الله أعلم. بارك الله فيكم. شيخنا ننتقل للسؤال الثاني. أنا أعمل في شركة للحليب ومشتقاته. نعم. الأخيرة تغير نظام العمل في الشركة بحكم تولي مدير جديد إدارتها، وهذا المدير أذن الله إياه يأمرنا بأشياء تخالف قوانين الداخلية للشركة، وياليتها هنا فقط بل تخالف ما أمر الله به ونبيه صلى الله عليه وسلم كالغش في الحليب في عدة مراحل. فهو يأمر صاحب العداد الذي يستقبل الحليب من عند الفلاح بعدم إعطائه العلامة الكاملة على حليبه حتى لا يأخذ أجرة كاملة عليها. معي الأخ؟ نعم، يسمع سؤالك. نعم. قال ثانيا يأمر العامل على الملبن الذي يستقبل الحليب ويوزعه على الزبائن، بعدها من العداد يوزعه على جميع الفروع للجبن والكريمة والحليب الطازج والزبدة والكامومبير وغيرها من المنتوجات. قال يأمره بزيادة كمية خيالية من الماء فيه قبل توزيعه عليهم، ويأمره وبعدها يأمر رئيس قسم المخبر البيولوجي الذي يأذن بخروج المنتوج أو يرفضه لأنه ناقص أو مغشوش، يأمره بإخراجه عادي. طبعا هذا لا يفعله المدير لوحده بل بتواطؤ. واضح. نعم. شكرا. هذا السائل يقول أن مدير الشركة يعني يأمر بأمور تخالف قوانين الشركة، وحتى وصل به الأمر إلى الأمر بأمور بالغش، أشياء فيها غش. يقول فما حكم أجرة العامل وما حكم عمله؟ يعني السائل هذا. نعم. الجواب الحمد لله، العامل في أي هيئة من الهيئات عند شخص بخصوصه في عمل عند خاص أو في هيئة من هيئات الدولة وغيرها، عليه أن يلتزم بأحكام دينه، أن لا يوافق على الباطل، أن يأمر بالمعروف، أن ينهى عن المنكر. هذه وظيفة المسلم في أي موضع كان وكيفما كان، يفعل ذلك بحسب استطاعته، ولا ينبغي أن يوافق على هذا الذي كنا نسمعه، وهو أن مدير الشركة يأمر بأن يبخس الناس أشياءهم، فيأتي الشخص مثلا بحليب ذي جودة فيأمر بأن يعامل معاملة من أتى بحليب أقل جودة، فيبخسه حقه ولا يعطيه ما يستحقه، وهذا يحدث عند جالب الحليب عند صاحبه ألما في نفسه، ويجعله ربما يزهد في تزويد هذا المصنع بالحليب، فلا يشجعه. الدولة تشجع الذين ينتجون الحليب والذين ينتجون القمح والذين ينتجون الشعير، وتعاملهم في الأسعار معاملة تفاضلية وتشجعهم، وهذا هذا عكس ما تفعله الدولة، فهذا ينبغي أن يوافق على فعله، ينبغي أن يلجأ إلى الوسائل التي تجعله يتراجع، إما أن ينصح. ربما تقول لي إذا نصح مثلا يفصل هذا الموظف، يقول راك تفهم، يلجأ إلى وسائل أخرى، يكتب رسالة سرية لا يمضيها حتى، لأن الرسالة قد تحول إلى المدير يقول له لقد اشتكي بك فماذا تصنع، لأن الفساد قد أصاب الكثير من مفاصل الدولة مع الأسف. ينبغي المسؤولين ينتبهوا على هذا معمل كله المدير قلب فيه الدنيا، فلا ينبغي. يكتب رسالة مجهولة، وإن كان الرسالة المجهولة قانونا في الحقيقة لا تتابع، لكن في بعض الأحيان ممكن تحقق. قال المعمل هذا التفتوا إليه، ابعثوا لجنة تحقيق، سائلوا الناس. إذا كان مجلس إدارة يشتكي إلى مجلس الإدارة. إذا كان النقابة في مثل هذه الأمور تنفع. سبحان الله. النقابة لا ينبغي أن تلهث فقط وراء حقوق الموظفين، ينبغي أن تراعي هذا، وهو أن الناس الذين يجلبون اللبن إلى هذا المعمل يعني كلهم خلاص، كلهم يعني يبخسون حقوقهم. المهم لا ينبغي له أن يسكت، ولو أدى ذلك به إلى أن يترك هذا العمل، لأن هذا سكوت على الباطل. هذا الذي أما يقول لي ما حكم الأجرة، الأجرة إن ساعيت في الإصلاح واجتهدت فما على المحسنين من سبيل، أما إن سكت ووافقت فأنت متواطئ. نعم. بارك الله فيكم.